فوز منطقي للزمالك على المقصة بهدفين ليوسف أوباما وتأهل لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر. ألف مبروك. الكاف بيقرر استمرار العمل بالتغييرات الخمسة في البطولة الجديدة لدوري أبطال إفريقيا وزود القوائم بدلا من 30 لعيب إلى 40 لعيب. قصة كريم فؤاد بالتفصيل موجودة عندي هحكيها لكم بعد قليل بإذن الله. الحمد لله على السلامة. محمود متولي انتظم في مران الأهلي الجماعي وأكرم توفيق وبدر بنون زي الفل مفيش مشكلة ومحمد هاني كمان حالته طيبة وشارك في جزء من المران. زي ما قلت لكم محمد هاني شارك في جزء من المران وكريم ندفت كمان اشتغل في التمرين. لسه الوحيد اللي منزلش التمرين لحد دلوقتي هو محمد محمود. أتمنى أنه زي ما قالوا بعد مباراة العودة للترجي يكون موجود في الملعب. أتمنى أن الميعاد ده يكون صحيح. وموسيماني اجتمع مع الدكتور أحمد أبو عبلة بيطمن على كل الإصابات اللي كانت موجودة في الفريق. في قرار عاجل نادي الإسماعيلي مجلس إدارة بيقرر إطلاق اسم الراحل كابتن أنوس على الملعب الفرعي المخصص لتدريبات الفريق الأول أقل تكريم لهذا الشخص العظيم. على بركة الله بيراميدز والمسحة الخاصة بكورونا النهاردة ويسافر الخميس بسلامة الله على متن طائرة خاصة إلى المغرب مباراة العودة أمام الرجاء. بالمناسبة بيراميدز كان في بداية مشواره الإفريقي في البطولة السابقة كان تعادل مع شباب بلوزداد هنا في القاهرة 1-0 والكل رشحه للخروج ولكنه نجح في العودة بفوز من هناك من الجزائر ووصل إلى نهائي البطولة وبيراميدز قادر على ده بإذن الله في القادم. الحكومة البريطانية تعطي الإذن بحضور 60,000 متفرج في نصف نهائي ونهائي اليورو في ويمبلي وسط اعتراض للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. بفارق 10 نقاط كاملة الزمالك يستعيد التوازن ويفوز على الاتحاد السكندري 80-70 في نهائي السوبر والتعادل 1-1 وما زالت الإثارة مستمرة. خطوة كمان على التأهل للدور الأول في بطولة ويمبلدون. ميار شريف فازت على الرومانية إرينا فيتيكاو 2-0 تأهلت للدور الثاني وكمان محمد صفوت بيتخطى الدنماركي ميكائيل توربيجارد 2-1 وعنده مباراة. أتمنى الاثنين يفوزوا ونشوف اثنين مصريين لأول مرة في الدور الأول لبطولة كبيرة زي ويمبلدون. هنا جودة نجمتنا الصغيرة الجميلة في تنس الطاولة تصدرت التصنيف العالمي للفئة العمرية تحت 15 سنة. البنت دي إن شاء الله هتبقى حدوتة على مستوى العالم. إن شاء الله نبارك للزمالك بهذه البطولة. 23 أغسطس مباراة السوبر في أغادير ما بين الزمالك والنجم الساحلي في كرة اليد. الزمالك أقوى وأفضل بكثير. الفائز يتأهل إلى كأس العالم للأندية سيكون الزمالك بإذن الله. بالتنسيق وزارتي الرياضة والصحة بيعلنوا بدء تطعيم بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو بلقاح كورونا بالسلامة إن شاء الله وربنا يغنمهم السلامة إن شاء الله بإذن الله تسافر سليمة وترجع سليمة ومعها ميداليات كمان بعثتنا المصرية الأولمبية.